زرنا اليوم محافظة المثنى، مديرية اتصالات ومعلوماتية المثنى وإقسام البريد فيها، للإطلاع على واقع العمل في المديرية والإطلاع عن كثب موقعيا على مشاكل الموظفين وملاحظاتهم ومقترحاتهم والاستماع إليها وحلحلتها وتقديم التوجيهات اللازمة بشكل مباشر. حقيقة هنالك مشاريع مهمة نهتم بها في اتصالات المثنى وعموم المحافظات، على رأسها مشاريع الألياف الضوئية FTTH Fiber to the Home، وكذلك إن شاء الله نحاول الارتقاء بمستوى خدمة الإنترنت عن طريق تعاقدات جديدة في المنطقة الجنوبية تخص تقديم الخدمة عن طريق أبراج الواي فاي. وحاولنا الوقوف على واقع الحال وحلحلة المشاكل الموجودة، بحيث بين فترة وأخرى نتوجه لزيارة إحدى المحافظات، إضافة إلى لقاءاتنا الأسبوعية بالمواطنين والموظفين في بغداد بشكل مباشر.